انت اتمنى انسخ الذكرى زيانه اللي الرسالة. تبقى لها. سمعت يا ايمن؟ ها؟ سمعت الكلام يا لا ايمن؟ مو بايمن ان شاء الله اني اتعب. ابو محمد مو بايمن كلام وايد. ها عطني السكر يا نواف. طيب لو طاح حد يوم الاربعاء كان قلت له سامي كلام ما بك انا السكر. زين سعد ايش رايك باللي اكبر منك وما يقولك لو سمحت راح تجيب الحاجه ثانيه يجي يقول قم قم راح تجيب ما يقولها يقول قم قم مثال يعني ايه ما يقولها لا ها يقولها ولا ما يقول يقولها يعني مثلا يقول قم قم روح جيب احد ما يقول لو سمحت تقول يتوامر هو اكبر منك اكبر مني يمر عليك ايه وانت اصغر منه ايه نعم يعني اكبر مني انا اكبر منه بعد شوي نفكر الله عز وجل عز مني ومنك اي بالله يستحي من كبار السن هو الله عز مني ومنك زين هو خليه يستحي مني بعد وانت نمى في الارض ذنوبك الى اذانيك تدخل معه نقاش انت الخسران انا طول الاكبر منك لازم انك تحترمه بس الاسلوب في يلعب دور يا ما اذا هو قليل ادب اذا هو قليل ادب اصير قليل ادب لا انا هذه سياستي اذا هو قليل ادب اصير قليل ادب بس سيادتي ما هو بشرط انه اكبر منك لا العرض اكبر منك بس انه قليل رابع دبته وخضل ولا هو بصح جاهزه شنده دقيقه النقاش باللسان ما شغل ايد ها دقيقه الحين انا اكبر منك حلو لو سمحت خلني بس ساعه بس اكون انت كم عمرك 28 صح ولا ما توصل العمر انا اعتبرني اكبر منك ب 10 سنين طيب اجيك اقول لك قم قم جيب الحاجه الثانيه قم قم يعني كني خدام لا ما خلنا شوي نرتغي شوي انت خفت نفسك ها انت خفت نفسك صحيح اذا هو ثقيل نفسه عليه صرت قم إذا ثقيل نفسه هذا طبيعي علوم كذا يعني لا تفكر يوم من الايام تجيني تقول قم قم يمكن تخرب على البث ويمكن قفل القناه طيب يمكن قالها من طيب نيه خذ البرنامج انا جيت كايمن وقلت قم يا ايمن روح اسوي لي كذا ولا اسوي لي كذا والله اضحك والله ترى ايمن يعني اساس اذا قالها من طيب نيه قال لك قم الله مخلي عندي عبد الله الدين علي بن هادي وعلي بن بخيت وعبد العزيز ونواف سعد اخي معنا ابشر بيساعدك يا ابو محمد انت تمون على الرقبه يا ابو محمد مون علينا والله يا ابو محمد شوف واضح اللي طيب نيه اللي يقوله من طيب نيه واضح اللي يقوله من خبث ايه يبي يبشر لك يبيك تطيح اه